دقائق على دخول أول فريقين أرض الملعب، المدربين خدوا أماكنهم واستعدوا لبداية المنافسة، أما باقي اللاعبين فبيجهزوا نفسهم لمباراتهم الأولى. الملعب هو الحكم دلوقتي، خلاص عيون كل المدربين على كل اللاعبين، قمة التركيز داخل الملعب وخارجه، وهنرد على أهم سؤال: مين من المدربين هيختار مين من اللعيبة في المرحلة الجاية لتكوين فريقه؟ يلا بينا. مع السرد باك ده بتاعنا، واخده من المنوفية. اوه حلوة حلوة. كان واضح ان كابتن سمير كمونة مركز على لاعب بعينه هيكون هو اول اسم يضمه لفريقه. جماعة راس الحرب ده مش حد جه جنبه، ابو تيشيرت ازرق الاورنج ده. كمان في لعيبه هيبقى في خلاف عليهم بين اكتر من مدرب. مساك اليمين تبعي انا المهاجم، ابو تيشيرت ازرق. انا جايبه من المنوفيه. لا معلش، ابو تيشيرت ازرق راس الحرب ده من فضلكم محدش يبص عليه من الاساس. طيب وحاول خلينا كويسين بقى. تسعه اخضر خلاص، انا ممكن اخد راس حرب القاهره. سريع قوي هيجيب جول. ممنوع حد يبص عليه، انا بقول ان ده الاخير اهو. طب انا عايز اختار لعيب انا كمان واعمل فرقه، اشمعنى الكباتن يعني والمدربين؟ هنظبط معايا، هنظبط انا وانت. يلا بينا. بص الباك ليفت ده، بص ده، بص بص والباك رايت. استنى الباك رايت، اقول لك انا حاجه ثانيه. يلا بغش بغش. مهند مختار الشوح. اه مهند مختار الشوح. ما انت اختارك بقى كلام معايا. ماشي عبد الستار، انت بتقوله ايه؟ قول له شد حيلك. خلي احنا بنعزي، ما انا واخده اسلام بدري. شد حيلك ايه؟ اسمك ايه؟ محمد حسن رمضان. من هنا محمد؟ من ده اهليه. كمونه كاسه هياخده منك. سامي سامي في خناقه هنا، سامي سامي في خناقه سامي. انا مش بكلمك في الملعب، قلت لك انت معايا ومصلي معايا الجمعه. تعال يا ابني، تعال تعال، انت هتطلع مع عبد الكبز على الستار. تعال 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 معايا. انت اسمك ايه؟ تعال. مؤمن. مين الاسترايكر؟ بيقولوا الاسترايكر على طول في ثانيه. انا عايزك وكنت عبد الستار، عايزك انت حبيبي. تعالك انت خلاص. يلا اسمك ايه؟ مؤمن. هايل هايل يا مؤمن. في اتنين في الفرقه الخضراء شبه بعض قوي، غالبا اخوات يا توأم. هاف رايت وواحد في نص الملعب، بس الهاف رايت ده لعيب. والواد الفيرود كويس، بس الفيرود خروج. والولد ده كمان كويس، اللي لابس اسود ده، في كذا واحد فيه. والولد ده كويس على فكره، لابس جزمه بيضه. ده اللي معاه بيجي بالكوره، ده اللي خد الكوره ده منه.
منظري. تعالى تعالى هنا. فاكرني؟ طبعا. اخترتك في سواق. ها؟ اخبارك ايه؟ كابتن سمير. هو معايا؟ كابتن طارق. الراجل ده انا اخترته. كابتن اخترك في السواق؟ لعب كويس. خلاص ما اقدرش اتكلم. كابتن سمير كابتن. هو ده من جابك من سوهاج؟ لا خلاص انا هاخده بقى وبعد كده هسيب لك لعيب برضه. حبيبي يا كابتن. شكرا يا كابتن. ايه الاخبار؟ 100 ان شاء الله انت معايا. بص انا كاتب اسمك. هو كان لعيب كويس الحقيقه، ويمكن انا قابلت والده وكان متحمس جدا بالفكره، ولما انا اخترته كان فرحان قوي. طارق وعبد الستار حسيت ان هم كانوا معجبين بطريقه لعبه وعايزين يضموا انتون لفرقتهم، لكن انا صممت الحقيقه يمكن عشان انا اللي كنت اخترته، يعني يعتبر من حقي. قعدت اديله تعليمات ان هو يحقق احلامه ويبقى ماشي بخطوط ثابته ويقدر ان هو يبقى لعيب كويس، بس يسمع بعض النصايح كده، وبالفعل حصل النهارده. وفي الوقت اللي احتد فيه الصراع بين المدربين اتحسمت الامور لصالح كابتن سمير كمونة. انا اصلا حتى لو ما كانش اختارني انا كنت بصراحه هروح اقول له ان انا عايزه ابقى معاه. سوهاج بلد المواويل، سوهاج برج الزغاليل. انا اسمي انتوني راموس فارس شهير بتوني، من محافظه سوهاج وبلعب ليفت وينج. طول الوقت كنت دايما ببقى صاحب لتوني وصديق لي، مش بس بابا، بحاول اشجعه دايما انه يوصل لحلمه، يوصل لهدفه. بحب الكرة تبقى معايا في كل حاجة، حتى وانا قاعد مع اصحابي. نفسي اشوفه لاعب كبير ومحقق نفسه واصل لحاجة حلوة، وربنا يديله يعني. بتمنى اشوف توني اهم واكبر لاعب في العالم. ان شاء الله اخد كابتن مصر. خلصت التقسيمه وشايف. الله شايف ساره واليمين. بدي ليه؟ بدي ليه؟ بدي ليه؟ في مشكله هتحصل. بدي ليه طيب؟ دي بقى رواسب لسه متبقيه من الموسم اللي فات. شو اسمك؟ بيكملوها السيزون ده. عبد الرحمن انتوا معايا واخترتكم. ماشي طلع طقم بجد. ده ايه الهري ده؟ ايه الطقم معايا؟ طقم. ثانيه واحده. لا نعم ثانيه واحده. ثانيه واحده. اهدوا عليا. دلوقتي انتوا معاها هتروح معاها؟ معايا. مش هتنازل. ما تضحكش. قرص عليه ليه طيب؟ مش قرص. قرص على الواد حاجه. طب ثانيه واحده انا هاخد واحد تاخد واحد. لا مش هاخد. هم اللي هياخدوا معايا. ما لعبوش. مش هتنازل. كنت انا وهو كابتن يماني وكابتن ساره كانوا عايزيننا. كابتن يماني خد واحد وكابتن ساره خد واحد، بس احنا الاثنين ما نقدرش ننزل مع بعض. احنا كنا عايزين مع بعض نكون مع بعض عشان احنا اخوات وبنكمل مع بعض في الماتش. اللاعب كان بيلعب هاف رايت والتاني بيلعب هاف ليفت، والاثنين كانوا كويسين ومميزين وكانوا صراع. انا بقى قلت لكابتن يماني انا هاخد التقوام ده، يعني هاخده مش هتنازل عنه. انا عشان هتحداه. ثانيه واحده ثانيه واحده. السنه دي مش هتاخدها. انا هاخدها. انا عشان قلب ابيض. شكل معهودة. هسيب لك الاثنين. الاثنين مميزين على فكره، لعيبه مميزه جدا على فكره، بس انت فاهم الموضوع مش لطيف، فاهم انك تفرق الاثنين، وهي كانت متمسكين جدا بيهم. برافو يا ساره. بكسبها في الاخر. برافو. عشان مش هسيب حقي بعد كده. بس كده. مش هسيب حقي. انا بقى جهز لك السنه. اقعد بقى وخلاص. ما تحصل عليك. طب كسبتها هكسبك تاني. طب ماشي. طب ظهرك يا كابتن. كابتن الظهرها هكسبها يا كابتن.